الصناعات الغذائية عندها علاقة كبيرة ياسر بالمنظومات الفلاحية، منظومات الإنتاج الفلاحي، وتمكن تثمين المنتوجات الفلاحية. اليوم الندوة هذه في إطار المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي فيما يخص اتفاق تبادل شامل وحر يشمل، احنا عندنا اتفاق في الميدان الصناعي، ولكن الاتفاق هذا يشمل زادة الخدمات والفلاحة خاصة. وبالنسبة للفلاحة نجم الاتحاد الأوروبي يعطينا معناها هي نجم تكون فرصة ما نخافوش منها، احنا الاتحاد الأوروبي عندهم خبرة كبيرة ياسر وعندهم امكانيات كبيرة، وتمكن الاقتصاد التونسي باش يتأهل خاصة فيما يخص ترسانة التشريعات المنظمة للحماية المنتوجات وحماية المصنعين وزاد خرق أسواق جديدة وتثمين المنتوج.